الجوار الطبيعي والأفاق الواعدة بين المغرب وإسبانيا شعار الندوة الدولية المندرجة في إطار النسخة الأولى للملتقى الجهوي حول الإعلام والمجتمع. اليوم هناك ظرف خاص تعرف فيه العلاقات المغربية الإسبانية زخما قويا، ونعرف أن العلاقات المغربية الإسبانية مرتبطة ارتباطا وثيقا قضية حدثين الترابية، لأن المغرب استرجع صحراءه من إسبانيا. الندوة سلطت الضوء على الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وفي مقدمتها اعتراف مدريد بالمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. الدعاية المغرضة ضد وحدتنا الترابية تتجه بالخصوص بالدرجة الأولى إلى الرأي العام الإسباني وتؤثر عليه وتؤثر على الإعلام الإسباني، وبالتالي لا بد لكل متدخلين كل من جانب اختصاصي نحن كإعلاميين أن نفتح هذه القنوات وهذه الجسور من الحوار لتبيان الحقائق. وجرى بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لنشرية الصحف بالعيون الساقية الحمراء وجمعية التعاون المغربي الكناري هامة المجالات الثقافية والاجتماعية وتبادل الخبرات.